مرحبا بكم مره اخرى في قناه التحدي. لي تقريبا واحد اليومين كنت هضرت على الانفلاسيون وعلى الاسعار ديال المواد الغذائيه، ولكن ديك البلاصه اللي دخلت لها كانوا شي وحدين قال لك وانت دخلتي البلاصه غاليه سي نورمال وبروفيغو يعني فيه الثمن. اليوم قررنا باش نجيو الكوستكو اللي كيتعتبر واحد من ارخص البلايص حيت فيه الثمن داك كوستكو. طبعا الناس اللي كيدخلوا له كيكونوا كلهم دي مومبر وعنده واحد الاشتراك ديال 60 دولار في السنه، ولكن الاسعار ديالو كتكون ارخص من برا. حنا دابا في كوستكو، هذه لاكارت ديال الدخول كي خصها تكون عندك، يعني خصك تكون عندك تكون عضو في التجمع هذا باش تقدر تدخل. هذا طبعا واحد من المتاجر الكبيره جدا، من اضخم المتاجر اللي كاينه، عندهم كل شيء متوفر هنايا، من الالكترونيات التليفونات لي زورديناتور الماكله كل حاجه تقدر تخيلها كاينه هنايا. نبداو باول هذا منتوج كنا كناخذوه شحال، هذه هادو دي بتي بوشي ديال لاكاجو وديال اللوز، كنا كناخذوهم شحال هذه 10.99، دابا 14.99، يعني كاينه 3 دولار ديال الفرق. هذه لا ميم شوز عاود حتى هي كنا كناخذوها بشي 13.99، دابا 16.99، كاين 4 دولار ديال الفرق اولا 3 دولار ديال الفرق. عندهم كل شيء، عندهم حتى الملابس ديال الماركات. كيبيعوا هنايا تومي، كيبيعوا روتس، كيبيعوا بزاف ديال الماركات، والأثمنة كذلك عندهم مزيانة. إلا جيت تقارنهم مع محلات أخرى كتلقى شوية ديال الأثمنة مزيانة. دابا عندك هادي ستان هودي 24 دولار، كاين بيجامات، كاين بينوارات ديال الدار، كاين السراول، جينات، عندهم كلشي. دابا هذا بينوار ديال الدار ديال الرجال 24 دولار 99. هذا مثلا تقدر تلقاه في جهة أخرى 45 دولار في محلات أخرين. هذا تومي هالفينجر 25 دولار. بحال دابا مثلا هذه ديال لا ماشينا لافي نورمالمون هي نقسم فيها دايره 26 دولار 27 دولار. هذه دابا برا كتاخذ تقريبا 80 وحده، ماشي 132، كتاخذها تقريبا بواحد 27 28 دولار، فكاين فرق كبير بين برا. بالنسبه للسلعه ديال برا وهنا كتلقى فرق كبير، ولكن كاين لا كونتيتي هنا بحال اللي كتشري حاجات كثيره. بحال دابا اللي عنده عائله كبيره مزيانه لو كوستكو، اما اللي عنده عائله صغيره فكاين كميات كبيره في كل شيء، اي حاجه كتلقى فيها داك الشيء كبير وكثير. هنا كاين الجهه ديال لاباتيسري، الخبز الى اخره. فهنا كاين هنا تقريبا الاسمنه كتكون بحال برا، ما كاينش فرق. ولكن مثلا نعطيكم انا غير مثال، هنايا هذا التوست، هذا التوست ديال بان كومبلي فيه جوج ب 94. هادو كاينين قل منهم غير حتى لهنا، في بروفيغو مثلا اللي كنت فيها ديك النهار كيديروا 7 دولار، يعني فرق كبير. هنا عندهم جميع انواع الخبز، بان بيتا، رقيق، بلي غران، سون غران، يعني علاش ما قلبتي. كاين هنايا كاين حتى بيتزا بخي، بحال دابا الا بغيتي تدي بيتزا بخي كتدي هادي، ها هي الطرف ديال البيتزا كتدي وكتزيد عليه ديك الساعة شنو ما بغيتي، خضرة، اللحم، وكتزيد الفرماج وتدخلو لاخر. بحال قلتي دومي كوي نص طايبة. هادي هنا بلاصت المافنز وبلاصت الخبز. بحال دابا ناخدو هاد المافن، هذا شحال داير، هادي شحال دايرة، شوف عليها الثمن هنا، شوف شوف عليها الثمن، 99، 6 ديال لي مافن. ولكن إلا جينا نشوفو لي مافن برا بارتو كيديرو دولار، فهادي أنا كنظن طلعات بزاف كاع، لأن كانت غير 6 دو 95 6، دابا طلعوها 99. مثلا هاد الحلوة هادي فهمتيني هنا شحال كانت كدير، هادي جينا والثمن ديالها، مشيت الثمن ديالها هنايا. نشوفو مثلا هادي، هادو ثلاثة دابا داير لهم 8.99، كانوا 6.99 وقيلا ولا 5.99. هادو مثلا عندك هنايا 4،
بلي بوم دو تير شنو كيتسموا هادو دانواز على لا كريم ندير لهم 12.99 كانوا 9.99. هاد الخبز هذا سنين وحنا كناخذوه، هو راه فيه واحد الماده ديال الخنزير ما كناش عارفينها، واحد السيده اللي نبهتنا منها قالت لك اتونسيون راه كتستعمل واحد الماده، فاش قرينا هنايا في المكونات لقيناها مالوغوزمون. بالنسبه للناس اللي كياخذوه يردوا البال، خص الانسان فريمون يحضي خصوصا في المسائل ديال الماكله، ان هنا كاين بزاف ديال المكونات ديال الخنزير اللي كيقدوا يخلطوها، هما بالنسبه ليهم عاديه ولكن ما كيذكروش بالضبط فاش كيكونوا كيكتبوا، ما كيذكروش بلي هاد المواد كتستعملوا. هاد المساله غريبه جاتني انا، لان اصلا هاد الكوستكو تابع لليهود، واليهود نورمالمون كيديروا الكاشير، كيديروا يعني المنتوجات اللي كلها حلال، ولكن كيقدر يكون عندهم جو سي با.